النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. تسجيلات دار الحديث السلفية بالغيظة تقدم لكم هذه المادة. فينبغي للمسلمين أن يتقوا الله عز وجل في مولياتهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بحفظ الأمانة، وهكذا قبل ذلك ربنا عز وجل. فإن من الأمانة أن نقوم على نسائنا وبناتنا ومن إلينا كما شرع الله عز وجل، وهي بعنوان تحذير النبلاء من فتنة الاختلاط بالنساء، وهي عبارة عن خطبة جمعة في مركز الصحابة لشيخنا أبي محمد عبد الحميد الحجوري. والآن نترككم مع المادة المذكورة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، إن الله عز وجل خلق الإنسان ذكره وأنثاه، وجعل لهم من الأوامر والنواهي والأحكام ما يستقيم به الحال والمآل، فإن الإنسان يجب أن يسعى في إصلاح دنياه وأخراه، ولا يكون ذلك إلا بطاعة الله، كما قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. فالحياة الطيبة في الدنيا والآخرة بطاعة الله عز وجل، فإن المعاصي أغلال وآثار وثقل وقسوة قلب وضيق صدر وسوء عيش، وعاقبة سوء، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ألا وإن مما ينبغي أن يهتم الناس به لهو شأن المرأة، فإن المرأة قبل الإسلام كانت محتقرة عند اليهود،
ممتهنة عند مشرك العرب. وهكذا عند النصارى يخالفون فيها شرع الله. فجاء الإسلام مبينا ما لها وما عليها، وآمرا لها بأداء الحق الذي عليها وبأداء الحق الذي لها. وقد أنزل الله عز وجل في شأنها سورة النساء الكبرى وسورة النساء الصغرى، وتكلم الله عز وجل عن شأنهن في سورة الأحزاب وفي سورة التحريم وفي سورة النور وفي غير ذلك من السور، لتعلم عبد الله أن هذا الدين دين شامل كامل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. قبحت الماسونية وقبحت الديمقراطية وقبحت العلمانية وقبحت العولمة وقبحت الأمم المتحدة حين زعموا أنهم يؤدون لها حقها كما أمر الله وشرع، فإنهم كاذبون خراصون. وإنما استخدموا المرأة لإفساد المجتمعات وإذهاب المروءات، فاستغلوها في الصحف والمجلات وفي الدعاية والإعلان، وأظهروا عورتها في المدارس والجامعات والكليات وفي مقار الحكومة، تختلط بالرجل وتزاحمه وتتحمل ما ليس من شأنها. فإن الله عز وجل أوجب لها النفقة إن كانت أما فعلى ولدها، وإن كانت زوجة فعلى زوجها، وإن كانت ابنة فعلى والدها، وإن كانت أختا وليس لها من يعولها فعلى أخيها. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك ربنا عز وجل النساء عن الخروج لغير ما حاجة، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. هذا هو أمر الله للنساء، أن تبقى في بيتها، وإن خرجت فلتكن في كامل حشمتها وفي كامل عفتها. قال الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. انظر هذا الأمر لمن؟ لزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهرات المبرآت العفيفات المؤمنات، ولبنات النبي صلى الله عليه وسلم المبادرات إلى الطاعات، ولنساء المؤمنين من الأنصار والمهاجرين. فلماذا لا تتأسى نساؤنا بهذا الصنف ويأخذن بهذا الأمر؟ حتى أن الله عز وجل نهى عن الخضوع بالقول، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. نعم عباد الله، إن الله عز وجل حرم الدخول على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهن أمهات المؤمنين، وقد حرم الله عز وجل أن يتزوجن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان لكم أن تنكحوا أزواجهم من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما.
ومع ذلك أمرنا بالحجاب والحشمة والعفة، فكيف بنساء هذا الزمان الذي كثر فيهن المخالفة لشرع الله عز وجل؟ ففي اللباس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. وفي الطيب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة تطيبت ثم خرجت ليوجد ريحها فهي زانية. وفي القول والفعل فإنها تتعمد ما يكون سببا لفتنتها وفتنة غيرها، وحالهن كحال تلك المرأة من بني إسرائيل التي كانت تخرج مع امرأتين وكانت قصيرة، فاتخذت نعلا من خشب ورفعت به نفسها، واتخذت خاتما وحشته بالمسك، فكانت إذا مرت بالناس نفشت من ذلك الطيب ليلتفتوا إليها. عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. وله معنيان: المعنى الأول أنه يجملها في أعين الناظرين حتى وإن كانت قبيحة المنظر والمخبر، إلا أنه يجملها ليفتن بها غيرها. والمعنى الثاني أنه ينفخ في نفسها وفي قلبها أنه لا يراها أحد إلا وفتن بها. فالمرأة عورة، ينبغي أن تبقى في بيتها، وإذا خرجت لحاجتها فلتخرج بحجابها ولتمشي بعفتها ولتكن حريصة على نفسها بغض بصرها وبغض بصر الناظر لها. قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عارات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال الله عز وجل: لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا، أي مطلعا يعلم الحال والمآل. فشأن المرأة عظيم عباد الله، فينبغي لها أن تقر في بيتها كما شرع الله، وينبغي لأبيها وزوجها وابنها ومن يعولها أن يتقي الله عز وجل في تقويمها، وأن يتقي الله عز وجل في النفقة عليها، وأن يتقي الله عز وجل في الحفاظ عليها. فإنهن مساكين خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الصالح من إحداكن. فإياك أن تترك وليتك يتخطفها الشيطان وأعوان الشيطان بدعوى أننا في زمن الحرية وفي زمن المساواة وفي زمن الديمقراطية إلى غير ذلك من الدعايات. فإن الديمقراطيين
إنما عبثوا بالنساء، فقل أن تجد بكرا في بلاد الغرب، وقل أن تجد عفيفة في البلدان الديمقراطية التي يزعمونها. إن الإسلام هو الذي يحفظ المرأة ويحفظ لها عفتها ويحفظ لها أخلاقها ويحفظ لها حقوقها من الميراث وغيره. نعم يا عباد الله، فأمر الله عز وجل بوصلها. الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله، والحمد لله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقد قال الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي بحجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فهذه المحرمات هن اللاتي يجوز للرجل أن يختلي بهن وأن يسافر معهن وأن ينظر إليهن، وأما الغير فلا يجوز، سواء كانت زوجة الأخ أو الخال أو العم أو الصديق أو القريب أو البعيد ما لم تكن محرما. فلا يقول أحد: قلبي نظيف وقلبي طاهر وأنا بريء مما تحذرون منه. هذه دعوة. وإن وجد القلب الطاهر كما يقول، فإن من طهارته أن يلتزم شرع الله سبحانه وتعالى. فإن فتنة الاختلاط قد امتدت جذورها في البوادي وفي المدن وفي المدارس والجامعات وفي المستشفيات والكليات وفي غير ذلك من الوسائل. وقد سعى الكفار بدعوتهم إلى تحرير المرأة إلى الترخيص لها بالسفر بدون محرمها وبدون من يقوم على شأنها. ولذلك تجد بين الحين والآخر في الدول الإسلامية من يأتي بمثل هذه القوانين الوضعية التي تجيز خروج المرأة بدون محرم، وأن تسافر بدون من يرعاها. وهذا والله فتنة لها، يؤدي إلى تسليمها للوحوش البشرية والذئاب التي هي من الحق خاوية، فيفترسون عفتها وينتهكون عرضها ويردونها إلى بيتها قليلة الحياء قليلة العفة. فينبغي للمسلمين أن يتقوا الله عز وجل في مولياتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بحفظ الأمانة، وهكذا قبل ذلك ربنا عز وجل. وإن من الأمانة أن نقوم على نسائنا وبناتنا ومن إلينا كما شرع الله عز وجل، وإيانا والدخول على النساء مهما قربت ما لم تكن محرما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قد سأل الصحابة عن هذه المسألة التي لا يحتج بها أهل هذا الزمان، هي زوجة أخي، زوجة عمي، زوجة خالي، يا رسول الله أرأيت الحمو؟ والحمو أخ الزوج. قال: الحمو الموت، الحمو الموت، محذرا من هذا الصنيع.
فغيرهم باب أولى. وأقبح من ذلك أن يجتمع الرجال والنساء في النظر على التلافز والدشوش ونحو ذلك مما يثير الغرائز. فينبغي للمسلمين أن يتقوا الله عز وجل وأن يسعوا في إصلاح البيت المسلم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. هذا هو الذي أمرنا الله وشرعه الله وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرة على المحارم. قال رجل: يا رسول الله، أرأيت لو وجد أحدنا رجلا مع امرأته؟ فقال سعد بن عبادة: لضربته بالسيف غير مصفح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعجبون من غيرة سعد؟ فأنا أغير منه والله أغير سبحانه وتعالى، وهو يغار أن تنتهك الحرمات. ومن ذلك بدء الشر بالنظر إلى النساء والاختلاط بالنساء ونحو ذلك من الأعمال. أصلحنا الله وإياكم، وأصلح نساءنا ونساءكم، وأصلح بناتنا وبناتكم وجميع المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله.